مودعة كرة القدم أكيد هي حاضرة، والآن جلوسا داخل الاستوديو المحلل والصحفي الرياضي عمر اللطيب. عمر، صباح الخير عليك عبر صباح الشروق. صباح الخير عليكم، التحية لكم والتحية لكل المشاهدين وقناة الشروق. صباح الخير عليكم. نبدأ مباشرة من الهلال ولجنة التطبيع، وهو ما يشغل الرأي العام في الآونة الأخيرة، اجتماع بالأمس وعدد من الخطط تحاول أن تكتب التاريخ لتستفيد من أخطاء الماضي الإدارية اللي شهدناها. كثير جدا من المحاور تحاول أن تعمل فيها لجنة تطبيع الهلال، تعاقدات الأجهزة الفنية، حقوق اللاعبين، المرتبات المتأخرة، الأجهزة الفنية، لم الشمل الهلالي، كثير من القضايا في انتظاره. صحيح، يمكن لجنة تطبيع نادي الهلال تأتي في ظروف صعبة للغاية. يمكن الهلال مواجه بكمية كبيرة من المشاكل وملف الديون وملف الجهاز الفني، لاعبين مطلقي الصراح. حتى الأجواء في الهلال تبدو يعني في الفترة الأخيرة صعبة جدا، صراعات إدارية، مشاكل بين التنظيمات المختلفة. يمكن اللجنة بعد ضغوطات كبيرة مورست على السيد هشام الصوبات، بعد ذاك وافق على أنه هو يستلم المهمة، وحتى شاهدنا في الفترة الأخيرة يمكن تراجع أو احتذر بعد ضغوطات من دكتور كمال شداد. وافق. أنا أفتكر لجنة، ما دار أقول وفاقية بشكل كبير، ولكن أنا وجهة نظري أنه الناس تدعم اللجنة، وهي فترة بتاعت 4 شهور. اللجنة عندها مهام محددة زي ما تحدث رئيس الاتحاد، مفروض تنجزها، ودي ما بتميل إلا بمساعدة من رموز وأقطاب نادي الهلال ومحبي نادي الهلال وإعلام نادي الهلال. هي مسؤولية تضامنية. أنا أفتكر اللجنة عندها ملفات صعبة جدا أمامها، يمكن أبرزها ملف الديون زي ما ذكرتها. ثنائي مطلق الصراحة، أطهر الطاهر، يونس، ديون محترفين أجانب، إجازة النظام الأساسي، ملف العضوية، تجهيز الانتخابات. أنا أفتكر هي كلها ملفات صعبة تحتاج وقفة مع هذه اللجنة. ما عايزين الناس تشغيلها بالطعون زي ما بنشاهد الآن، ده ضد وده طاعم في أهلية المجلس أو الرئيس أو نائب الرئيس. أنا أفتكر ده ما وقت الصراعات، هي فترة كلها بتاع 3 شهور بتتطلب الناس تكون يدها واحدة. وحقيقة يمكن هشام الصوبات هو التقط القفاز بالامس ويسجل زياره رئيس نادي الهلال. انا افتكر دي مبادره جميلة. او مد يده لرؤساء الهلال، وزي ما تحدث انه هي حتستمر الزيارات لكل الناس اللي خدمت الهلال. وانا افتكر دي يعني زول بيبادر بلما الشمل وهو رئيس نادي الهلال، انا افتكر مزاله مقبوله منه. سجل زياره رئيس الهلال بالامس وشكره على فترته، وابدى تعاون مع رئيس نادي الهلال، وكذلك الكاردينال ايضا ابدى تعاون مع هشام الصوبات او لجنه التطبيع. انا افتكر دي الاشياء اللي بيطالب بها الهلال، او الاشياء اللي فقدها الهلال في الفتره الاخيره. في امكان الكاردينال كان يقوم بهذه المهمه اللي قام بها الصوبات الان، ولكن الناس تبدا من العهد الجديد، عهد لجنه التطبيع. ولما الشمل مهم جدا، يعني ما في فريق بيحصل على بطولات او انجازات وفيه صراعات، يعني دائما الاستقرار سواء كان الاداري او الفني هو سبب رئيسي في تحقيق البطولات والانجازات. نعم، في الايام الماضيه يعني سمعنا انه جمال سالم حيوقع لزيسكو الزامبي او في تمارين زيسكو الزامبي، وهنالك كمان يعني مساعي لاعاده جمال سالم للهلال. صحيح، يمكن جمال سالم عنده عقد مع نادي الهلال، وهو في فكرة انتقاله لزيسكو كان حيتبع خطوات يمشي الفيفا يفسخ عقده بحكم انه ما يستلم مرتباته لأكثر من 4 أشهر أو 5 أشهر بحق له قانون الفيفا اللي هي تدعم اللاعبين أو تقف معهم في حالة عدم الإيفاء بالتزاماتهم. جمال سالم يمكن حارس مميز، قدم مستويات مميزة مع الهلال في السنوات الأخيرة خاصة في البطولة الأفريقية. حارس يعني لا يغل وزنا عن ماكسيم. أنا أفتكر وجوده مهم جدا في الهلال تحديدا في الفترة الحالية. بالتالي نتمنى أنه لجنة التطبيع تنجح في إقناع جمال وتفي بالتزاماته المالية. كذلك أيضا يتحدث عن عماد محسن أيضا في رغبة في عودته للهلال. قد يكون وجهة نظر بعض الهلالات بأنه ما يحتاج، باعتبار أنه اللاعب قدم مستوى ضعيف مع الهلال أو إرشيف اللاعب مع فريق الكورة كان ضعيف. يمكن سجل هدف وحيد من ركلة جزاء، ما قدم المستوى اللي بيشفع عليه وأنه هو يواصل في الهلال. ده رأي معظم
الفنيين او جمهور الهلال، لكن نتمنى انه ينجحوا في اقناع جمال سالم، خاصه انه بيشاهد الهلال الان يمكن حارس واحد اللي هو يونس الطيب، وحتى مطلق يونس الصراحه يعني. مطلق الصراح لم يتم حسم امره، ويبقى حارس واحد هو ابوجه نصر الدين ابوجه، وهو من الشباب. افتكر وجود جمال سالم في الفتره الحاليه هو تعميل للخشبات الثلاثه لنادي الهلال، وخاصه انه الهلال مقبل على تحديات كبيره في البطوله الافريقيه والمحليه. نعم. يعني في الهلال ايضا الحديث عن لم الشمل الهلالي ولغاء الصوبات والكاردينالي، كان الكل يتخوف بعض المراقبين والمحليين ربما يكون هناك ما يدار او يحاك بليل او تحت الانوار المطفى انجاز العباره ما بين الجانبين يعني. طيب، يمكن اغلب الناس توقعت انه الكاردينال من خلال السيناريوهات اللي في البدايه هو بدا يطرحها عبر اعلامه، انه هو ممكن يشكل هاجس للهلال او للجنه التطبيع بملف الديون او القروش الصرف الكثيره على نادي الهلال، ولكن يحمد للكاردينال بالامس انه هو يبدي يعني حسن نيه في استقبال رئيس نادي الهلال ويؤكد دعمه للجنه التطبيع. انا افتكر المساله دي ليها ما بعد تاكيد على انه لجنه التطبيع ممكن تعمل بشكل جيد، ممكن تحقق احلام وطموحات نادي الهلال، خاصه اذا كان في دعم من رؤساء الهلال السابقين وبما فيهم الكاردينال. يعني يمكن اغلب الناس كانت متخوفه من فكره ديون الكاردينال او هو يقحم الهلال في مشاكل او صراعات، لكن افتكر واحد من رؤساء الهلال قدم على مستوى المنشآت ولكن فشل في ملف الفريق الكورة، وده كان هو المهم أو قاسم الظهري بالنسبة له. بنحييه الآن وهو يدعم لجنة التطبيع، ونتمنى أنه كل رؤساء الهلال وكل التنظيمات تسعى سعي الكاردينال وتدعم لجنة التطبيع عشان تقدر تحقق طموحات وأمال جماهير الهلال. جميل، إن شاء الله. المنتخب الوطني والمريخ يواصلان في التدريبات. يمكن صحيح المنتخب الوطني يدخل في معسكر مقفول، تدريبات تمضي بصوره مميزه، يمكن الجهاز الفني قطع شوط كبير في تنفيذ الخطط اللي هيعتمد عليها في المباريات القادمه تحضير للتصفيات. هناك مواجهتين للمنتخب وديه ستكون امام تشاد، افتكر هي خير داعم للمنتخب قبل المشاركه في التصفيات. يمكن المدرب يتحدث عن انه هو شرع في تنفيذ ما يقوم به في التصفيات او ما يريد تطبيقه في التصفيات من خلال التدريبات اليوميه ومن خلال المباريات الداخليه اللي كانت فيها تنافس واجتهاد كبير من قبل اللاعبين. نتمنى التوفيق للمنتخب، نتمنى انه الجولتين شات الوديه تدعم المنتخب وتمنح الجهاز الفني بعض السلبيات اللي ممكن يتم معالجتها قبل المشاركه في التصفيات. استكمال الدوري الممتاز ربما يكون قريبا، وتابعت احد التصريحات للكوتش والمدرب محسن سيد، قال بالحرف الوحيد انه هذا امر صعب جدا في المرحله القادمه. هل سيعود الدوري ام لا؟ يمكن الاتحاد العام يبذل غزارة جهده في انه الدوري استانف، ولكن تواجه عقبات كبيره استئناف الدوري. يمكن قرار وزارة الصحة حتى الآن ما في شيء رسمي أو ضوء أخضر معروف الناس تبني عليه، بالإضافة إلى فصل الخريف، بالإضافة إلى الأندية ذاتها تعاني من المسائل المالية. أنا أفتكر أنه الدوري أمامه عقبات كبيرة في سبيل أنه هو يستأنف، ولكن يمكن الاتحاد يبذل قصارى جهده ويصارع بقوه من اجل اكمال منافسه الدوري الممتاز، تفاديا لصراعات ومشاكل ممكن يخش فيها في فيما يتعلق بالترتيب وجدول المشاركه في البطولات الافريقيه. ودي المهمه لانه الكاف ما حينتظرك.
بالتأكيد صحيح. يمكن الكاف هو حتى الناس إذا قالت ترجع لفكرة الموسم السابق، أنا أفتكر دائما قاعد تصاحب جدل ومشاكل كبيرة من الأندية، كل نادي بيرى أنه هو الأحق بالتمثيل وكل نادي يرى أنه هو ما مفروض يهبط. أنا أفتكر دي تمثل هاجس للاتحاد، لذلك الاتحاد يفعل كل ما يريد من أجل انطلاقة الدوري منافسة شريفة، وبعدها يتم التحديد عبر المعطيات أو الأرقام بالنسبة لكل الأندية. نعم عمر، عالميا قضية ميسي التي يعني محير العالم، ميسي أخبار بتقول أنه حينتقل لناديين في نفس اللحظة، وأخبار بتقول أنه حيمشي للسيتي، وتفاصيل كثيرة يعني بتصاحب ميسي هذه الأيام. يمكن صحيح ملف ميسي يمكن يحدث جدل كبير في العالم، هو محط أنظار كل عشاق لعبة كرة القدم العالمية الآن. أنباء عن مفاوضات هنا وهناك، لكن أنا أفتكر أنه زي ما قلنا ميسي ذهابه من برشلونة يعني حيخصم من البارسا كثير. يمكن هو لاعب مؤثر، لاعب صاحب إمكانيات مهولة، بإمكان هو يلمح أنه ما عنده رغبة في استمرار في برشلونة، ولكن أنا أفتكر إدارة برشلونة لو نجحت في إقناع ميسي هي تكون عملت يعني المستحيل. هو لاعب كبير، لاعب صاحب إمكانيات زي ما قلنا مهولة جدا، ذهابه خصما على برشلونة، وإن كنت أنا أرى أنه هو غريب من السيتي. نعم أقرب للسيتي، شجع السيتي ولا شنو؟ لا لكن وفقا للمعطيات وفقا للمتابعه على مجال العاطفه، وفقا لجلوس السيتي مع والد ميسي، وهناك اغراءات وهناك مفاوضات جاده، افتكر انه دي القرايه. ممكن برشلونه يعاقب ميسي الحته بتاعت البند اللي ما تفعلت، ممكن ميسي يكون لمده عام كامل بلا نادي مثلا، اتوقع ذلك، خاصه انه يعني برشلونه زي ما قلنا هو كل آماله في استمرارية ميسي، وواضح أنهم فشلوا في إقناعه بالقصة دي، فبالتالي كردة فعل ممكن تكون متوقعة وحاضر. نعم عمر شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، وتحية لكم وتحية لكل مشاهدي قناة الشروق. وأنا تداخرت عليه بالمناسبة والله، يمكن الأوضاع في الخرطوم يعني ما سألناك جبت له نفسه الأوضاع في الخرطوم يمكن الشوارع كلها مغلقة بأمر الجيش، و هناك ازدحام مروري، ورغم ذلك حاولنا نصل وصلنا متاخرين يعني بعض الدقائق، فحفلينا يعني. شكرا جميلا، حفليك الناس اللي بتابعوا الفقره الرياضيه انا ما عندي شغل في الموضوع كثير. شكرا لك لتكبد هذه المشاق وانك وصلتنا اليوم عمر، ربنا يديك الصحه والعافيه.